اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي الليله اسعد بصحبتكم النهارده طبعا ومعايا لفيف من الزملاء الاعزاء لكن النهارده هيبقى عندنا في الاهلي الليله حاجه مختلفه الاعلام الكبير الاستاذ شريف فؤاد هيكون معانا النهارده في فقره ثابته في الفتره الجايه والفقره الخاصه دي هتكون عن لائحه النادي الاهلي ولايحة النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية عشان تعرفوا اللايحة وتقدموا لديكم من تصورات كل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والأمور تبقى متشافة بشكل كويس جدا حرصت إدارة النادي الأهلي تكون الفقرة دي موجودة في برنامج الأهلي الليلة علشان تشوفوا حاجات كتير جدا وتعرفوا على اللايحة وتشوفوا مناقشات حيوية كبيرة جدا في برنامج الأهلي الليلة هيقدمها لنا الإعلام الكبير الأستاذ شريف فؤاد أكيد النهاردة معانا حاجات كتير جدا لكن لازم أرحب في البداية بزميلي محمد سعيد مساء الخير يا محمد مساء الخير زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان بالتاكيد يعني جمهور النادي الاهلي في هذه اللحظه بيعيش نشوه الانتصار والفوز بعد مباراه كامبالا سيتي وبالطبع لا حديث سيعلو فوق طبعا حديث مباراه الاهلي وكامبالا سيتي والاستعداد بقى للمرحله القادمه ودور ربع نهائي وقرعه دور ربع نهائي باذن الله يوم الاثنين القادم زميلي ايهاب طبعا فوز غالي محمد وفوز الاهلي ضرب بيه يعني اكثر من عصفور بحجر خاصة يعني قلنا قبل كده واتكلمت معاك ازاي تبقى بعيد وازاي اول ماتشين في البطولة تبقى بعيد خالص ويمكن يعني تصمم انك تتصدر المجموعة عشان تشوف اللي جاي وناوي رغم المشاكل الكتيرة اللي موجودة في البطولات الأفريقية ورغم الضغط اللي موجود في المباريات والمباراة الصعبة جدا اللي كانت موجودة امبارح 4-3 وفوز مع فرقة فرقة دايما محمد اللي بتيجي مش باكي على حاجة دي تخاف منها الفرقه اللي جايه بتلعب ماتش مفتوح جايه تتمتع جايه تادي كمان عزوف في الجماهير امبارح عن الاستاد اكيد اكيد اثر بالسلب لكن في النهايه الحمد لله النادي الاهلي قدر واستطاع انه يحقق مكسب مهم جدا يا محمد رباعيه رغم ان في بعض الاخطاء الدفاعيه رغم ان في بعض الاخطاء ولكن ضغط المباريات بيولد اكتر من كده في النهايه حققت المراد والجهاز الفني معترف بالاخطاء وبيقول القادم افضل يا محمد صحيح زميلي ايهاب يعني الماتش امبارح كان فيه امور كثيره جدا لو بتتكلم في عناصر متعدده تقدر تحط عناصر من واحد الى عشرة ما بين ايجابيات وسلبيات للمراحل القادمه لكن روح الفانيلا الحمراء اداء فريق النادي الاهلي امبارح والمكسب مش متوقف فقط على ثلاث نقاط وللاهلي تصدر المجموعه لكن امبارح كان في صور ولقطات مهمه جدا من هذه المباراه رسخت عقليه فعلا روح الفانيلا الحمراء ومبادئ النادي الاهلي والعلاقات الطيبه بين لاعبي النادي الاهلي مشهد اكرم توفيق مع حسام عاشور موقف ومشهد هشام محمد مع عمرو السوليه انا بتكلم على هذه اللعيبه تحديدا في هذه المراكز باللقطات اللي تم تصويرها بالامس ادت انطباع مختلف تماما عن الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي المكسب الانطباع كويس الانطباع العادي بالفعل. الكاميرا يعني غالبا ما بتجيبش الحاجات دي لكن هو ده اللي بنطلع نتكلم عليه محمد والناس تبقى مش واخده بالها ومش عارفه نقول كويس بالزبط. ان ده في لقطه جابته بالظبط ده اللي احنا بنتكلم فيه ولما بنتكلم ان الحاله المعنويه جوه الفرقه مختلفه تماما التعامل النفسي ما بين الجهاز الفني والفريق مختلف الفتره القادمه انتظروا نتائج افضل لان الصوره جوه احنا شايفينها بشكل مختلف لكن لما بتيجي بقى كادرات الكاميرا في نهايه المباراه بتشوف هذه اللقطات الجمهور بقى بيستوعب الشكل خلال الفتره القادمه. النقطه السلبيه الوحيده بالطبع زي ما ذكرت زميلي ايهاب موضوع الجماهير اللي كان فيه امبارح حضور قليل جدا 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 عما هو متوقع. بالنسبه لمباراه الاهلي الافريقيه وليست لها علاقه ان الاهلي تصدر المجموعه وتاهل فبالتالي الجمهور محضرش حضرش عايزين بالزبط. نحط ايدينا على ارض الواقع ونشوف هذه المشكله وازاي نحلها لكن انا عندي احساس وفي معلومات باذن الله ان بعد ان شاء الله تاهل الاهلي الأدوار النهائيه وفي الدور قبل النهائي باذن الله على اوائل شهر اكتوبر لما الاصلاحات والامور الفنيه في استاد القاهره تنتهي باذن الله على خير سيستطيع النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله من خلال مجلس ادارته كما فعل في مباراه منان الجابوني بعد غيابه الاهلي لعب على استاد القاهره على <applause> القاهره لكن كنواحي فنيه مباراه فيها مكاسب كبيره جدا مكاسب على المستوى الهجومي مكاسب حتى في الناحيه الدفاعيه للجهاز الفني وضع ايده حتى على انتقالات يناير اللي محتاجه الفريق في الفتره القادمه وتصدر المجموعه كمان امبارح اداك ارقام قياسيه كبيره جدا طبعاً. عن كل الفرق الافريقيه زميلي ايهاب اكيد يا محمد لكن معانا اخبار سريعه والبدايه كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي شايف ان النادي الاهلي استحق المكسب في مباراه الامس وقدم مباراه رائعه جدا اثنى على لاعبي الفريق وقال ان ضغط المباريات عامل مشاكل كثيره لكن قال كنا قاريين المنافس بشكل كبير وعارفين وهي جي يلعب جيم مفتوح فرقه مميزه جدا فرقه بتعتمد على التصوبات والكرات العرضيه قال الاخطاء وارده ولكن يجب في هذا التوقيت اننا لما بنعرف الاخطاء بنعالجها في بشكل كويس وقال المرحله الجايه هتكون بشكل افضل من ممتاز كمان الحديث في الفتره الماضيه او الساعه الرياضيه عن محمد صلاح اللاعب المصري ومحترفنا في ليفربول والحديث هقول لكم ازدال الستار وزير الشباب والرياضه قام بالاتصال بمحمد صلاح وقال له كل امورك مجابه يا صلاح واحنا الامور هننهيها تماما اتحاد الكوره اعلن بالامس رسميا عن طريق الاستاذ احمد مجاد ان كل طلبات محمد صلاح هتكون منتهيه والامور هتنتهي تمام خلينا اقول لكم ان القصه هتقف في حته واحده في اشكاليه هتفضل موجوده بين اتحاد الكره وبين محمد صلاح الاشكاليه تتلخص في الحقوق التجاريه حطوا تحت عنوان الحقوق التجاريه قصه طياره مميزه وقصه عربيه وقصه حارس امني الكلام ده كله هيتوفر في الفتره الجايه والكلام ده على فكره طبيعي ويبدو ان عدد من لعيبه المنتخب تضمنوا مع صلاح بشكل ما اللي نزل صورته على انستجرام او اللي نزل بوست كده وكاتب كلمه لصلاح لان اللعيبه في حرج كبير جدا بعض اللعيبه بيخشى انه ممكن لو قال حاجه تحسب عليه في الاتحاد ولكن في نفس الوقت شاف ان محمد صلاح قال حاجات مهمه الاكتر حاجه قالها صلاح من وجهه نظري كانت مهمه هي الحديث ان الغرف ما بتعرفش تقعد فيها لغايه 4 و 6 الفجر دي نقطه مهمه جدا ودي نقطه اداريه مهمه جدا ولازم الاستاذ ايهاب لهيطة مدير اداري المنتخب او مدير المنتخب كان لازم يطلع يفسر الحته دي لكن عموما في الفترة الجاية الأمور هتبقى منتهية تماما آه للأسف معظم وسائل الإعلام العالمية والغربية بتشتغل دلوقتي وبتتكلم وليها تصريحات غريبة جدا وتقارير غريبة جدا بتفردها عن أن محمد صلاح لما بينزل مصر يبقى في خطر في مشاكل عند محمد صلاح وتقارير غريبة جدا فأنا بقول لازم يصدر الستار تماما زي ما عمل وزير الشباب والرياضة ولازم الأمور دي تحل بشكل أفضل من كده لأن القصة كبرت قوي وفي الاخر نقدر نحلها لكن لازم وزاره الشباب والرياضه تقعد مع اتحاد الكره وتقعد مع محمد صلاح كل اللي اتقال ده كلام كويس جدا وهيتحل هتبقى مشكلة واحدة بقولها من دلوقتي الحقوق التجارية لازم يتدخلوا فيها وإن شاء الله تكون الأمور ماشية على خير عندنا ماتش مهم جدا يوم 8 الشهر المقبل أمام النيجر مباراة مهمة جدا للمنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الأفريقية بالكاميرون خسرانين من تونس نقدم ماتش كويس لازم المنتخب كله يتقال يعني يتجمعوا بشكل كويس جدا خاصة هيكون معانا فقرة وهنتكلم عن قايمة المنتخب والامور اللي في المنتخب وكل التوفيق للمنتخب المصري وتوفيق بكرة لمحمد صلاح النجم المصري اللي على موعد بكرة في مقارنة كبيرة جدا مع مودريتش ومع كريستيانو الساعة 7 هتبدأ حفلة اعلان افضل لاعب اوروبي صلاح بالارقام مش بعيد نتمنى له التوفيق نتمنى للمنتخب التوفيق نتمنى ان الكل يدير باحترافيه ارجع تاني مره اخرى لزميلي محمد سعيد واكيد عندنا حاجات كتير النهارده محمد قبل ما اتكلم في الفقرات القادمه لكن يبقى سؤال مهم زميلي ايهاب في موضوع محمد صلاح في البدايه الكل كان قلق من العلاقات اللي ممكن تكون بين لاعبي المنتخب بعد طلبات محمد صلاح لكن بالامس واول امس بعد التويتات الداعمه من عدد من لاعبي المنتخب هل تتوقع ان في ظل غياب عدد العناصر اللي كانوا بيحملوا شاره كابتن منتخب مصر وشاره القياده من الممكن احمد المحمدي او النني او حجازي يتنازلوا عن شاره القياده لمحمد صلاح في مباراه النيجر؟ لا خلينا نتكلم التنازل عن شاره القياده ده مش هيبقى هو المطلوب لان انت انت بتتكلم عندك لاعب زي شريف اكرامي لما يكون موجود، عندك لاعب زي احمد فتحي لما يكون موجود ف يعني انا 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 شايف لو احمد فتحي موجود في الملعب ولم يتم اختياره ودي علامه تفهم كبيره جدا ولكن اذا تم اختيار احمد فتحي وجينا النهاردة محمد صلاح نفسه مش هيرضيه أن فتحي يديله الشارة ده مجهود لاعب كبير في بعض اللعبة القريبة من بعض يعني إحنا دلوقتي وفقا للاختيارات الموجودة المحمدي هو المفروض القائد طب المحمدي يبدأ التشكيل ولا لأ طب لو بدأ التشكيل صلاح يعني كده كده الشارة في الفترة اللي جاية رايحة لمحمد صلاح ولكن دايما مسؤولية كبيرة على قائد المنتخب الكلام اللي قاله صلاح يا محمد وفسر حته واحده في الفيديو بتاعه كانت من وجهه نظر رائعه قال لك انا بطلبش ده لصلاح بس انا بطلبه لكل اللعيبه اعتقد دي رساله اللي وصلت لكل ودي الرساله لازم ناكد عليها لكن التوقيت صعب قوي يا محمد والمباراه خلاص يوم 8 وفي يعني احنا شكليا الامور بتهدى لكن انت عارف وانا عارف ان الموضوع عامل حراك كبير جدا جدا يا محمود يا محمد في حكايه اللعيبه يعني عامل حراك كبير ولا ايه يا محمد بالتاكيد زميلي ايهاب يعني في حركة في الوسط الرياضي والوسط الاعلامي بسبب هذا الموضوع ولان صلاح لما بيتكلم او بيكتب تويتر او بيتحدث في فيديو بالطبع يعني كل وسائل الاعلام بتتحدث بقى وبتتناقل وفي التوقيت الحالي محمد صلاح ما بيتكلم عن امور تتعلق بالمنتخب في الفتره القادمه لكن الشيء الايجابي اللي بصراحه لاحظته خلال الساعات الاخيره رد فعل زملائه في المنتخب الوطني ان كلام محمد صلاح كان بيتعلق بالمنتخب يعني اجمالا وبالطبع خفير اجيري بقى والجهاز الفني خلال الفتره القادمه عليهم دور كبير جدا كمان في لم كل هذه الامور ولم الشمل وان ازاي المنتخب يستعد للمرحله القادمه عندنا تصفيات افريقيه وعندك بطوله امم فبالتالي الجمهور او جمهور الكره المصريه بشكل عام كل هذه التفاصيل الفنيه او الاداريه ما يعني بنظره كبيره لكن النظره الاساسيه بالنسبه له ان ازاي المنتخب يكسب ويحقق انتصارات ويفوز بالبطولات وده اللي جمهور الكره المصريه عايزه لكن الحاجات الاداريه او الحاجات الفرعيه الجمهور ما بيهتمش بيها قوي لانه عايز في الاخر النتاج الجماعي وده اللي بننتظره باذن الله من الجهاز الفني للمنتخب خلال الفتره القادمه بعد اختيارات النهارده كانت مفاجاه في العديد من اللاعبين زي ما ذكرت زميلي ايهاب لكن يبدو ان الاتجاه الفتره القادمه من خلال خفير اجيري او هاني رمزي النزول بالاعمار السنيه و ده ده يعني طبعا محمد آه في الاختيارات لكن عايز تسمع خبر حلو الاهلي بيعلن الان فتح باب التسجيل للجماهير الان النادي الاهلي بيعلن فتح باب التسجيل للجماهير جماهير النادي الاهلي تسجل طبعا قاعده البيانات والناس تسجل وكل ده هنقوله في حلقتنا النهارده ازاي هتسجل وهتعمل ايه اكيد خبر مميز محمد بالفعل زي ما قلت حتى في بدايه المقدمه اداره النادي الاهلي تهتم جدا بجماهيرها خلال الفتره القادمه كما حدث في الفتره الماضيه وتضع اداره الاهلي مصلحه جماهيرها نصب اعينها وتختار التوقيت المناسب لاستضافه المباريات في ملاعب تتسع لعدد كبير من الجماهير ولولا الظروف التي جاءت في استاد القاهره في الفتره الاخيره ما بين اصلاحات فنيه في ارضيه الملعب لكان الاهلي لعب كل مبارياته على استاد القاهره كما حدث في مباراه منانا الجابوني وهذه المباراه اقيمت على استاد القاهره بعد فتره طويله كان الاهلي يلعب يلعب مبارياته الأفريقية على استاد برج العرب والبطولة الأخيرة لم تكن بعيدة المباراة النهائية أقيمت على استاد برج العرب أمام الوداد البيضاوي المغربي وبالتالي خلال الفترة القادمة بإذن الله ننتظر المزيد والمزيد من الاتفاقات والنجاحات في اختيار ملاعب جيدة للنادي الأهلي وأن يكون بإذن الله استاد القاهرة الملعب الرئيسي للنادي الأهلي في المراحل القادمة النهاردة زميلي إيهاب زي ما ذكرت بقى وندخل في حلقتنا بالظبط نبدأ بقى البداية اتفضل يا محمد النهارده عندنا تفاصيل كتيره جدا وفقرات غايه في الاهميه اولا بالطبع بالامس فوز الاهلي على كامبالا سيتي والحديث عن مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه وهناك حدث مهم جدا يوم الاثنين القادم قرعه دوري ابطال افريقيا مرحله الدور ربع النهائي ومواجهه النادي الاهلي في هذه البطوله يواجه وفاق ستيف الجزائري ام حريه كوناكري الغيني او الغصص الانجولي كل هذه التفاصيل مع فوز الاهلي ببطوله او العديد من المباريات في بطوله الدوري خلال الفتره الاخيره هيكون في ضيف مهم جدا مع زميلي الاستاذ ايهاب الخطيب الكابتن محمود دا صالح احد نجوم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي الاسبق هيتحدث بقى عن كل هذه التفاصيل ثم الفقره الثانيه فقره حواريه هامه جدا جدا واليوم بدء تدشين هذه الفقره الحواريه من خلال الاعلامي المتميز الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي وهيكون ضيف النهارده معاه الاستاذ طارق أندي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وعضو اللجنه المركزيه لمناقشه لائحه النادي الاهلي وكيف يستطيع اعضاء النادي الاهلي تحديد مصيرهم من خلال جمعيه عموميه وتقديم اقتراحات لعرض هذه الليحه على الجمعيه العموميه باذن الله الغير العاديه في نهايه شهر سبتمبر المقبل ثم الفقره الثالثه والاخيره مع احد نجوم النادي الاهلي الكابتن خالد العوضي المذيع علامه في الفقره الثالثه معه طبعا فقره الالعاب الاخرى مع نجوم البلي المائي وحديث مختلف تماما في اتجاه مختلف مع الالعاب الاخرى والالعاب الرياضيه في النادي الاهلي تفاصيل مختلفه الاهلي الليله بالطبع في ليله استثنائيه بموضوعات مختلفه فقرات فنيه فقرات اداريه فقره الالعاب الاخرى عندنا تفاصيل كثيره جدا اليك الكلمه زميلي ايهاب شكرا محمد اكيد حلقه دسمه جدا واكيد بكرر الترحاب بالاعلام الكبير الاستاذ شريف واد ليكون يكون منور النهارده الاهلي ليله فقره ثابته في الفتره الجايه عشان نتكلم عن لائحه النادي الاهلي فاصل ونتواصل بعد الفاصل كابتننا الكبير الكابتن محمود صالح